حطيناهم في المحكمة الرياضية. باستاد هما من 2018 سري غليزان راه في حالة يرثى لها، حالة كارثية، ورانا في نزاع مع الفيدرالية الجزائرية كرة القدم. السبب هو عدم سمح لنا بتنشيط البطولة الجهوية ما بين الرابطات الجهة الغربية. احنا درنا الملف، عطينا لهم الملف، حطينا لهم الدوسي كل شيء، عطونا لي ليسونس. ها مال ليسونس راه هنايا، الا انه قبل بدايه البطوله بيومين ثلاثه جاني هاتف من عند رئيس الرابطه ما بين الجهات، قال لي رجع لي الاجازات. قلت له علاه رجعك الاجازات؟ قال لي خاطر الاجازات راه فيهم غلطه. الكاتب العام اللي معايا انايا دخلنا للسيت صبنا مكان لا غلطه لا والو، بغى يدي لي هادو الاجازات، بغى يديهم لي بطريقه غير قانونيه. انا جيت نادي هاوي وراه عندي لاغريمون تاعي نادي هاوي، ما عنديش حاجه تربطني بهاد اللاعبين اللي راه يهضر عليهم هو، اللي 35 لاعب اللي قال لي قدير معاهم بروتوكول. وبعثنا الى المفتشيه العامه لرئيس الجمهوريه، بعثنا نداء كي شغل عاجل باه رئيس الجمهوريه دخل، لاخاطش علاه الموضوع دروك ما بقاش في يد بين الوالي تاع غليزان ولا ازي تاع غليزان ولا بريزيدون تاع النادي الهاوي.